صباح الخير او مساء الخير يا برج الدلو والبرج الحلو، يا رب تكون كويسة يعني وتطلع حلوة، بس هي بدايتها حلوة، بدايتها مبشرة. برج الدلو، ركز معايا بقى في النقطة دي، في بداية حلوة قوي وبداية مشرقة، الشمس سوف تشرق على برج الدلو. طيب نشوف كده. اوه ايه ده يا برج الدلو، الله الله، ده في بداية حقيقية مش هزار، ده حد يعني ده حد عينه عليك، و ده كمان بص ايه ده، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، عيني بارده، عيني بارده. 10 كوبايات في ايدك، ده في حد يا اما قديم راجع وده هنشوفه من القراءه، يا اما حد جديد بقى خالص وانت بتستقبله كده بكل روح رياضيه، ده انت منفتح عليه، انت بتقول له تعالى يا اخي وغوشتني عليك يا راجل، اتاخرت ليه كده؟ لا لا يا جماعه، لا 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 لا، انا قلبي رهيف من القراءات دي، حرام حرام والله. حد قديم على فكره ممكن، اوكي عشان بس متفقين كده. طيب مبدئيا كده يا برج الدلو مفيش حاجه تقلق الحمد لله. يمكن ان تتعامل مع برج الحمل وبرج الجوزاء وبرج ترابي وسرطان وابراج ايه تاني، ترابيه وبرج برضو ناري، برج ناري. اوكي طيب مبدئيا كده هناك شخصا يعشقك، يعني العشق الحقيقي مش هزار، يعني كأنه ملاقاك، يعني مش ملاقاك اللي هو ملاقكش، لا ملاقاك اللي هو مصدق لقاك، انت توأم الروح يا معلم. وفرحان بيك قوي 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 قوي، وهو انت في بداية جديدة، ده بص ده ده داخل على جواز، ده داخل على جواز، ده بيقولك ايه، انت بتاعي، خلصت، انت بتاعي، في بداية جديدة، انا عايزاك تتفائل تتفائل. طبعا ده برج الجوزاء، وممكن يكون يعني هو ميزان بس واخد طاقة برج الجوزاء، طاقة العشاق، يعني في حب من الاخر، وحب قوي بس عشق، عشق مش هزار. طب انت طاقتك غريبة قوي. ما عشان كده بقولك انت ممكن تكون حد من الماضي، انت زي ما تكون كوين اوف ويندوز، ده ممكن يكون ايه، ممكن يكون انت حد راجع لك من الماضي وانت بتقول له ايه، بتقول ايه مش سامع بمعنى كده. لان هو انت شايف انه مقدم لك عرض، مقدم لك عرض. اوكي كوين اوف ويندوز، انت بتقول له ايه مش سامع والله، او مش سامع، انت بتقول ايه، بتقول بحبك مش سامع والله. بص بقى يا برج الدلو، ايه ده ايه ده يا برج الدلو، ايه ده ليه كده، ليه كده، ليه دي برج الدلو، انت متخوف جدا. انت يعني عارف اللي هو الشخص ده لو رجعت اقسم بالله، اقسم بالله هوريك، مش هوريك اضربك، لا اياك تضحك عليا، ده انا ده ناصحه قوي، بص ده انا ناصحه، خلي بالك يعني انا مش هفيه، مش هتضحك عليا تاني. انت متخوف جدا وقافل على مشاعرك ومبين له وش خشب، هو حد قديم بس لا يمكن يكون حد جديد وعامل له كده، او ممكن تكون حد جديد بس انت خايف منه، مقلق دخلته كده، دخلته كده مش عاجباني، غلط وانا كنت مستنيه يغلط. الشخص ده ممكن تكون متعرف عليه جديد وداخل يقول لك انا عايز اتجوزك، فبتقول له نعم يا اخويا، تتجوزني ازاي، تعرفني يا ابني، عايز اتجوزك، فانت خايف منه قوي ومسك له السيف، اللي هو بص بقى اي حركه هكه كده ولا هكه كده هتروح في ده، ده انا حويط، ده انا ذكي، اوعى، انا صحيح، بص انا كل حنيه، ولكن على فكره ده الكارت ده بيرمز لبرج الدلو، انت في طاقتك، انت في طاقتك، فانت خايف جدا 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 منه، ورافع له السيف. الراجل اللي عمال يقول لك يعني مساء الخير، مساء الحب، مساء الدلع، وانت بتقول له ايه ده، يعني ايه ده، ايه المحن ده. انت عامل له وش صعب قوي، ما اعرفش ليه، انت خايف منه، عشان كده طاقتك سفول، انت سعيد بس خايف خايف خايف، خلاص. هو شايفك ازاي، شايفك الكوين اوف بانتكلز، شايفك شخص، على فكرة بقى الشخص ده
بص انت مبين له الوش ده، بس هو شايف حقيقتك، شايف حقيقتك يا برج الدلو، شايف ان انت شخص جميل قوي من جوه. انت بتبين الوش الخشب، بس انت شخص جميل. الشخص ده ممكن يكون قديم، عرض عليك عرض مصالحة وبداية جديدة، وانت بتقول له لو هوبت هنا هقتلك من الاخر، بس هو عارف من جواه ان انت حزين على العلاقة دي بالظبط، وان انت بتحبه، عشان كده هو راجع لك، بيحبك ومتأكد ان هو بيحبك على فكرة. يعني هو متأكد. معلش يا برج الدلو انا حصل بس ان عادي، فهنكمل. ان الشخص ده شايفك، انا عملت توضيحات لهنا، الشخص ده شايفك ان انت كنت حزين على العلاقة دي، وعشان كده انت شايفه كمان مقدم عرض حقيقي، انت شايفه ان هو مقدم عرض حقيقي ليك. طيب ايه الخطوة اللي هياخدها؟ الشخص ده حيران، عنده حيرة شديدة قوي، مش عارف يعمل ايه. هو بيحبك قوي قوي، بس مش عارف يعمل ايه، ومخبي حتة ان هو عايز يجيلك بعرض دي جواه، مخبي بقى الحوار ده. في المقابل، ودي حاجة غريبة، ان انت لو هو تقدم لك بعرض الاسفندس، انت كمان عايز، على فكرة انت كمان عايز تبتدي عرض على فكرة. انت برج الدلو خايف منه وقلقان، بس وانت انت حزين قوي، انت حزين قوي كده ليه يا برج الدلو؟ انت عايزه على فكرة، انت زعلان قوي، عشان كده شايفك زعلان. ولو جالك بعرض انت كمان هتروح له بعرض، يعني هو لو فكر يجي انا كمان هجيلك. بس خلي بالك بقى، بص بقى عشان تعرف، هو هيجيلك بالكينج اوف بنتكلز، عرض تقيل. انت بقى هتعمل ايه؟ انت خايف منه، خايف قوي، انت متخوف منه قوي، هتعمل ايه؟ انت عايزه، انت بتحبه وعايز بداية، بس انا بقى هديك حاجة بسيطة، ان هو يقول لك مثلا، يدخل يقول لك وحشتني، تقول له الحمد لله انا كويسة، بس كده تسكت، لان ده البيج اوف بنتكلز، عرض زنطوط. يعني هو يقول لك انا عايز اخطبك، انا عايز اتجوز، تقول له لا، خلينا في الارتباط الاول، نرتبط كده 2 3 جربك، نفضل كده مع بعض، نخرج ونروح ونيجي، لان انا اتلسعت من الشوربه يا بابا، انا اتلسعت منك قبل كده. على فكره يا برج الدلو، انت بتفكر تفكير سلبي شويه، معلش اعذرني، انت باصص على ان العلاقه لما كانت زمان تعبت وزعلت، بس في امل في العلاقه دي. انت جالك خيبة امل من الشخص ده، الشخص ده ممكن يكون ما تغيرش، حاولت معاه كتير يتغير ما تغيرش، بس في كوبايتين ورا اهو، ما تركز معاهم يا عم، سيبك من الكوبايات المقلوبة، ركز معاهم، سيبك بقى اهو. بس انت هت ايه هت يعني هو هيجس نبضك، وانت هتقول له الحمد لله كويس. لو دخل كلمك هترد عليه، بس مش اللي هو وحشتني وحشتني، لا مش الكلام ده، يعني برج الدلو صعب 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 يعني. طيب هو شايف العلاقة دي ايه؟ شايف العلاقة دي على فكرة لو بتتعامل مع حد برج الجوزاء، فانتوا الاتنين هوائيين، بطاقة عقل. شايف ان العلاقة دي علاقة عقلية بالظبط، شايف العلاقة دي كان متغلب عليها العقل، ممكن بالظبط. العلاقة دي لو اتكلمنا بالتفاهم، لو اتفاهمنا هنرجع لبعض بسرعة قوي. خلي بالك هو مراقبك، خلاص بيراقبك، والكارتين دول مراقبة، اوكي، وده البيج اوف سوردس ودي الكوين. انتوا زمان بس كده انا بدأت افهم، على فكرة انا بدأت افهم العلاقة دي كانت زمان علاقة فيها شخص مندفع وشخص قافل على المشاعر، شخص مندفع الكينج اوف سورتس، شخص مندفع وشخص تاني مش قد كلمته، متلاوع شوية، او عايز مثلا صحوبية، لا ما نرتبطش دلوقتي والكلام ده. فمن البيج اوف سورتس لكوين اوف سورتس،
يعني العلاقة دي لو رجعت تاني مرة تانية ورجعت حسمنا أمورنا هتبقى كده. هو شايف كده، شايف ان العلاقة دي كان فيها عدم تفاهم او انتوا ما كنتوش فاهمين بعض ممكن، يعني هو مثلا، وده اللي حساه، يعني هو كان عرض عليك عرض وانت قلت له لا مش عايز اتجوز دلوقتي بصراحة، وحاسك ان انت عيل بترجع في كلامك وان انت كابت على مشاعرك كده اهو. فلو هو شايف ان هو لو العلاقة دي فهمنا بعض احنا الاتنين هننتصر. على فكرة انت بتحبه وزعلت لما مشي. يلا يا عم انت كمان شايف السن بتاعك، بص مش بقولك بتحبه، بتضحك على نفسك، بتحبه على فكرة، والشخص ده راجع بس مش راجع ببطء لانه خايف ترفضه تاني. الشخص ده قدم لك عرض جواز وانت قلت له مش عايز اتجوز اهو، بس عرفت الطاقة بتاعتك دي جاية منين يا لئيم. انت شخص بتحب الخروج والفسح، ويعني نلف مع بعض شوية، بلاش جواز على طول كده، فخاف منك. بس لما بعد ما قدرش قال لك لا انا بحبه انا عايزه تاني، فهو مقدم لك عرض، هو مقدم لك عرض مصالحة وانت هتقبل العرض ده. وعلى فكرة انت كنت قافل على مشاعرك، انت كنت قافل على مشاعرك، وممكن تكون مشيت من العلاقة دي بالظبط. ثانية واحدة، السيناريو التالت، لما عرض عليك عرض حب انت فلفصت منه. عشان كده هو شايفك ان انت عيل، مش عيل يعني، بس يعني مش عايز ترتبط، مش عايز حد يمسكك. فبس انت لما هو مشي انت زعلت عليه قوي، وانت مستعد بس اللي هو ايه، نص نص برضو لسه مصمم على موقفك، بس انت بتحبه قوي على فكرة، شايف العلاقة دي حلوة. طب النصيحة ايه؟ النصيحة بتقول لك يا برج الدلو اشتغل